إذا كنت من محبي الإعلامي جورج قرداحي اضغط لايك حتى نعرف عدد محبيه. بعد خبر وفاته، شاهد قصر جورج قرداحي كنز عالمي من طراز المعابد اليونانية، لن تصدق كم يبلغ ثمنه. من هي الإعلامية التي طلب جورج قرداحي يدها على الهواء؟ حقيقة وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في ظل الأحداث التي تشهدها لبنان، مما أثار قلق محبيه ومتابعيه. ونفت لافينيا قرداحي ابنة شقيق الإعلامي في تصريحات تلفزيونية لبنانية بشكل قاطع الشائعات، مؤكدة أن قرداحي في صحة جيدة ويقوم برحلة إلى أسبانيا. وأوضحت أن العائلة تلقت العديد من الاتصالات من الأصدقاء والمعجبين للاستفسار عن صحة قرداحي، مما جعلها تشعر بالحاجة إلى توضيح الحقيقة. وأكد قرداحي في تصريحات صحفية لبنانية إنه بخير، وأن الأخبار المتداولة حول وفاته كاذبة، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تظهر بين الحين والآخر نتيجة مواقفه الوطنية والعربية. واعتبر أن هذه الأقاويل تأتي من بعض الجهات المغرضة التي تسعى للنيل منه بسبب دعمه المستمر للقضايا العربية. وأضاف قرداحي إنه ليس المرة الأولى التي يتعرض لمثل هذه الشائعات، فقد تكررت على مر السنوات خاصة مع تصدره المشهد الإعلامي. بعد استشهاده بآيات قرآنية على اعتنق جورج قرداحي الإسلام، كشف الإعلامي جورج حقيقة تغيير ديانته من المسيحية واعتناقه الإسلام، خاصة بعد تلاوته العديد من الآيات القرآنية. وقال قرداحي خلال حواره في برنامج الحبر السري، اعتناقي للإسلام شائعة روجت منذ زمن طويل حينما كنت أقدم برنامج من سيربح المليون، وعندما كنت أتلو آيات القرآن الكريم بشكل جيد وسليم أثناء البرنامج، ومن خلال حفظي لكثير من القرآن اللي بعتبرها منارة في الحياة، وقد تكون منارة للمسلم كما يمكن أن تكون منارة للمسيحي أو أي إنسان آخر. وأضاف في تصريحات إعلامية، إذا ترجمت الآيات القرآنية إلى اللغة الفرنسية تكون منارة للفرنسيين، وإذا ترجمت إلى الإنجليزية تكون منارة للإنجليز، لأنها قيم إلهية للإنسانية ومختصرة بلغة الإعجاز من آية كريمة من عدة كلمات يحفظها الإنسان بسهولة، لذلك حفظتها. وتابع حديثه، هذه شائعة تكررت كثيرا ونفيتها من منطلق إنه لا داعي منها، لأن الديانتين المسيحية والإسلام إحداهما تكمل الأخرى، وفيهما كثير من المفاهيم ومبادئ وقيم ونشترك فيها. ومن يطلع على الديانتين يجد أن هناك خواص مشتركة بينهم وأمور وردت في الإنجيل المقدس ووردت في القرآن الكريم. من أطلق إشاعة وفاة جورج قرداحي؟ بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية بخبر وفاة الإعلامي اللبناني جورج قرداحي إثر غارة استهدفت منزله في لبنان، خرج جورج عن صمته مؤكدا إنه على قيد الحياة وأن إشاعة موته لا أساس لها من الصحة. نشر جورج قرداحي عبر إنستجرام رسالة صوتية قال فيها إنه بخير، مؤكدا أن الإشاعة التي انطلقت عن وفاته ضد تقرير مصور عنه وعن مواقفه وتاريخه المهني هي أخبار كاذبة. كما أشار قرداحي إنه لم يكن يرغب في الرد على تلك الإشاعة، لكنه وجد أن من واجبه أن يطمئن كل المحبين والأصدقاء في لبنان والعالم العربي بعد أن تلقى العديد من الاتصالات للاستفسار والاطمئنان عنه. وأضاف جورج إنها ليست المرة الأولى التي تطلق بها هذه الشائعات، متسائلا عن غاية الناس الذين يتمنون الموت لغيرهم، كأن الموت سينساهم ذات يوم ولن يأتي ليأخذهم معه. قال أيضا إنه يحب الإسلام والنبي الكريم وآل بيته، ولا فرق لديه بين مسيحي ومسلم إلا بالأخلاق والأدب والإنسانية والتقوى. كما وجه جورج قرداحي رسالة لمن ينشرون هذه الإشاعات عن محبة أو عن سوء نية أن يكفوا عن ذلك. قصر قرداحي كنز عالمي من طراز المعابد اليونانية. هل سمعت من قبل عن قصر قرداحي، القصر الذي بني على يد أشهر المعماريين الإيطاليين
ومن جمال معماره يتم مقارنته بالمعابد اليونانية. أين يقع قصر كرداحي؟ يقع قصر كرداحي في الإسكندرية، فهو من أقدم قصور كفر عبده في وسط الإسكندرية، ويقع تحديدا في امتداد شارع صادق الدريني خلف نادي قضاة الإسكندرية. تاريخ قصر كرداحي: تم إنشاء القصر على يد المهندس الألماني بندر ناجل عام 1905، أي يبلغ عمره 118 عاما، وقد صممه المعمار الإيطالي الشهير ألدو ماريلي، وهو نفس المعماري الذي شيد قسم باب شرق في شارع أبو قير بوسط المحافظة، كما تم تصميمه على الطراز الكلاسيكي المحدث. سبب بناء القصر: كان مالك القصر الأول اسمه بندر ناجل، بني هذا القصر بهدف أن ينزل به قيصر ألمانيا في ليلهام الثاني عند زيارته للإسكندرية، ولكن هذه الزيارة لم تحدث أبدا. بعد الحرب العالمية الأولى تم عرض القصر للبيع، وشراه جورج كرداحي صديق بندر ناجل، كما إنه أيضا كان من كبار ملاك الأراضي اللبنانية المهاجرين لمصر. جولة داخل قصر كرداحي: القصر مبني على مساحة قدرها 5 أفدنة، وهو عبارة عن فيلا في غاية الجمال، كما إنه يتمتع بميزة لا تتوافر في أي قصر آخر في الشرق الأوسط، وهو طريقة تصميم الشرفة الخاصة به، فالشرفات أنشئت على شكل فتيات يحملون فوق رؤوسهم سلاسل من الغلال، وأعلاهم سقف الشرفة، وتصميم الشرفة يشبه بدرجة كبيرة معبد أوروكسيوم اليوناني الموجود على هضبة الأكروبول. يحتوي القصر على حدائق خلابة تنافس حدائق أنتونيادس، فحديقته هي أجمل حديقة في حي الرمل. قصر كرداحي الآن بعد قيام ثورة 1952 تم بيع القصر، وأصبح خرابة خالية من المقتنيات، على الرغم من أن مقتنياته تساوي مليارات من التحف والذهب والفضة والمجوهرات. القصر الآن مهجور تسكنه الحشرات والفئران والأفاعي، كما أنه أصبح محاط بحراسة مشددة. قال الدكتور هشام سعودي رئيس اللجنة الفنية للحفاظ على التراث في الإسكندرية أن قصر كرداحي هو كنز عالمي، وحمايته من معاول الهد، غير أنه مسجل في مجلد التراث المعماري لمدينة الإسكندرية. كما وضح سعودي أيضا أن اللجنة تستهدف أعداد آلية للحفاظ على التاريخ السكندري الذي يتمثل في المباني التراثية عن طريق شراء هذه المباني من أصحابها وإعطائهم تعويضا عادلا بهدف المحافظة عليها ومنع هدمها أو تلفها. طالب أحمد عبد الفتاح عميد الأثريين في الإسكندرية من الوزارة أن تحاول جاهدة في ضمها القصر لمجلد الآثار حتى يتمكنوا من الحفاظ على المبنى وحدائقه. يقدر القصر بالمليارات من الجنيهات، وبحسب ما ذكره محمد متولي مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية، فأن قصر كرداحي غير مسجل لدى وزارة الآثار، وهذا بسبب أنه يجب أن تتوافر عدة شروط ليتم تسجيله لدى وزارة الآثار، ولكن يوجد شروط أقل في تسجيل المباني القديمة والتراثية. فما زال هناك أمل للمحافظة على هذا القصر ذو المعمار الغير تقليدي وجعله مكان أثري يمكننا زيارته. درس كرداحي العلوم السياسية والقانون ونال جوائز متعددة وشغل مناصب في شبكات وإذاعات دولية، يتحدث الإنجليزية والإيطالية والفرنسية، كما يحفظ آيات من القرآن الكريم. عرفه الجمهور العربي بمن سيربح المليون والمسامح كريم قبل أن يتحول إلى حديث الساعة ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي اسم تصريحاته الأخيرة. إنه وزير الإعلام اللبناني والمذيع المعروف جورج كرداحي الذي ما زالت تصريحاته تثير أزمة مع السعودية والإمارات، خاصة بعد رفضه الاعتذار، ورغم إعلان الحكومة اللبنانية تبرؤها من هذه التصريحات واعتبارها شخصية لا تمثل الحكومة. استدعت السعودية سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض، وقررت حظر كل الواردات اللبنانية، كذلك البحرين ثم الكويت طلبوا مغادرة السفير اللبناني، كما قررت الإمارات سحب دبلوماسيها من بيروت، ودعت جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى المغادرة في أقرب وقت.